السلام عليكم. اليوم ليلة القدر وقررت أنني نتكلم معكم في هذا الموضوع اللي هو مهم بزاف وزوين بزاف. شحال من واحد كيستهين بالقيمة ديال الصلاة، شحال من واحد كيقول وتنكبر ونصلي، وتنكبر ونبدا نصلي ونتوب ونعبد ربي ونشد الطريق. صراحة هذا تفكير غلط وغلط بزاف. واش انت ولا انتي عالمين بالغيب وبالمستقبل؟ ما عرفتي تموت غدا ولا بعده، تما ملي غتشي غتحاسب في قبرك غادي تقول له وتنكبر ونجمع راسي، ومن دابا نوض ونوض تصلي، راه الموت ما عندهاش الرونديفو، وربي فوق ما بغى يقبض الروح ديالك راه غادي يطلع لعنده. الرسول صلى الله عليه وسلم شنو تيقول؟ علموهم في 7 سنوات وضربوهم في 10 سنوات. راسله ما كتاخدش وقت كبير، 5 دقائق. شحال في النهار؟ 20 دقيقة. ايوا ما تقدرش دابا تصلي غير بيني وبينك. ملي كتصلي كتحس بواحد الراحة واعرة بزاف، وربي كيسهل عليك في شحال من حاجة، وكيبعد عليك بزاف الحوايج الخايبين، وكترتاح في حياتك كاملة. وربي كيدير لك الأسباب. أما اللي ما كيصليش، واحد النصيحة من عندي، الصلاة خاصك تصليها نيشان، ماشي نصلي اليوم وغدا لا، راه هكذا كيتسمى النفاق. ونتمنى من ربي يهدي الجميع.